قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدايم الكحيل الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مسألة إطفاء المصابيح والأنوار ليلا وما أثرها على الإنسان، نعم. هل في توصل علمي أو أبحاث علمية تكلمت عن هذه المعلومة؟ عندما جاء العصر الحديث اعتقد كثير من الناس أن النوم في الضوء أو إذا أبقيت الأنوار مفتوحة ونمت فإن هذا الشيء ليس له أي تأثير وأنه شيء جيد. ثم جاءت هذه الأجهزة اللوحية، الجوال واللابتوب والكمبيوترات وغيرها، وبدأ الإدمان عليها وبخاصة قبل النوم. قامت جامعة هارفارد مؤخرا بدراسة أثبتت الأضرار الكبيرة جدا لاستخدام هذا الضوء الأزرق المنبعث من أجهزة الموبايل قبيل النوم، لأنه خطير وأدى إلى حالات إصابة بالسرطان، يؤثر على الدماغ ويشوش عمل الدماغ، لأن الدماغ أصلا يعتمد في عمله على الموجات الكهرطيسية، هو يبث موجات كهرطيسية. فهذه الموجات الكهرطيسية المنبعثة من أجهزة الجوال وبخاصة إذا ترافقت مع هذا الضوء الأشعة الزرقاء هذه التي تنبعث من شاشات هذه الأجهزة تؤدي إلى السرطان. هناك دراسات أخرى تؤكد أن الإنسان الذي ينام ويترك الضوء مفتوحا فإنه ينام نوم قلق، فقالوا لابد أن تطفئ هذه المصابيح هذه الأنوار وتنام بظلام تام. لماذا؟ لأن الدماغ أثناء النوم يبقى في حالة عمل مستمر. هذا الدماغ يفرز مواد ضرورية جدا لكفاءة الدماغ وضرورية لمعالجة المعلومات التي اكتسبتها أثناء النهار. الدماغ لا ينام على فكرة، يقوم بترتيب كل هذه الأحداث أثناء النهار، يقوم بترتيبها ويحفظ هذه الذاكرة تماما، مثل أنت عندما تضع مجموعة كبيرة من الملفات على سطح المكتب، ملفات منوعة وشائكة ومئات الملفات، تأتي في آخر النهار لتنظم وتضع كل ملف في مكانه داخل أقراص الجهاز أو داخل مجلدات معينة. هكذا يقوم الدماغ في الليل بتنظيم الذاكرة وتنظيم هذه البيانات والمعلومات التي أخذتها أثناء النهار. والدليل على ذلك العلماء بينصح حتى بإغلاق الهواتف وإغلاق اللابتوبات أثناء النوم أو بعد انتهاء العمل. سبحان الله. هل تطرق ديننا الكريم يا دكتور لهذه المعلومة منذ 1400 عام؟ الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام له حديث عجيب، يعني سبحان الله، والله كلما تقرأ حديثا عن هذا النبي الكريم تظن أنه يعيش بيننا الآن، يخاطبنا بلغة العصر. يعني كل العلماء الذين درسوا هذه الظاهرة وقالوا ينبغي أن تطفئ الأنوار تماما، تطفئ المصابيح عندما تنام، حرصا على سلامة دماغك وعلى سلامة جسدك أيضا، لأن الجسد بحاجة للظلام أثناء النوم. النور هو فقط في خلال اليوم، خلال النهار، أما أثناء الليل وأثناء النوم ينبغي أن يكون الضوء خافتا جدا أو منعدما، لكي يعمل دماغك بطريقة سلسة ويعمل بكفاءة أعلى، وبخاصة عند الأطفال. يعني هناك مواد يفرزها الدماغ ضرورية لنمو الطفل، إذا نام الطفل في الضوء هذه المواد تتوقف، يحدث خلل في عملية نمو هذا الطفل. سبحان الله. إذن النصيحة التي يوجهها العلماء اليوم، يقولون في نهاية أبحاثهم ودراساتهم العلمية
اليقينية المؤكدة أنك عندما تريد أن تنام أو تأوي إلى الفراش، إذا أردت أن تتمتع بصحة جيدة فعليك أن تطفئ هذه المصابيح تماما وتخلد إلى النوم. النبي عليه الصلاة والسلام له حديث بسيط جدا وكأنه يتحدث بلغة العصر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا نمتم فأطفئوا سرجكم. السراج هو المصباح قديما. سبحان الله، يعني انظر إلى هذا النبي الكريم وكأنه يعلم الغيب، ما الذي يدعوه إلى الخوض في هذه الحقائق العلمية؟ لأنه يريد مصلحتنا، والله أطلعه على علوم الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا دكتور عبد الدين، بارك الله بكم، جزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان على الورى إحسانا بالذكر والدعوات، يا مبصر الأكوان الذكر خير لسان، جود من الرحمن فتح الهدى جنات.